من حقائق الصوفية أنهم يأتون إلى قبر الحسين بمصر، يزعمون أن القبر أو المشهد الذي في مصر هو للحسين، وليس بصحيح. ولذلك ذكرت في خطب سابقة ولمقطع متكامل ذكرت كلام شيخ الإسلام من أن الرأس الذي بمصر ليس رأس الحسين، وإنما وضعه العبيديون الفاطميون، وليس رأسه في عسقلان، لا، وإنما ما نقله المؤرخون من أن الرأس أخذ ودفن بالمدينة عند أخيه الحسن،